السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أحباء كرة القدم العالمية، هذا الطبق الأول، لقاء القمة رقم واحد في سيزون 2020-2021 يقودنا إلى خوض مباراة القمة بين حامل اللقب الأحمر على يمين الريدز ليبربول. هذه الأسماء لحراسة المرمى أليسون، يمينا أرنولد، يسارا ثابت في المكان سكوتلاندي روبرتسون، وسط الميدان أو وسط الدفاع. ثنائي المنتصر للمرة الثانية في هذا الأسبوع، يعني إيفرتون فريق المدبول من سنتين، من 2018 بهدف اوليفيا جيرو اول. لا فابينيو اقوى، فابينيو انت رايح ينادون، يلعب الكره روبرتسون، روبرتسون كره طويله، برافو ماركو. هنا استاد القلعه ستانفورد بريدج، ليفربول يدرك جيدا الكره لارنولد، ارنولد كره طويله وسهله للحارس، ضبط على ايقاعات شاعر المدافعين فيرجي فان دايك. الونسو، الونسو الكره في التماس. هذا الموسم معادلة الغريم الأزلي، كرة عن طريق ساديو ماني، عام استثنائي على المستوى الكروي وفي عام استثنائي على المستوى الصحي. فيرجيل والأروع، فيرجيل، ليفربول بادي مليح والضغط متواصل. الاستحواذ في بداية المباراة ليفربول، كرة طويلة بعيدة من جهة. من خمسة مواجهات ضد تشيلسي حققها ليفربول مع المدرب يورجن كلوب. يطلع الكرة ضربات الراس، فيرجيل تمشي كرة بالراس ترجع. سيصل نادي تشيلسي السبع انتصارات متتاليه على ميدانه. هنا الصوره للوافد الجديد البال الاحمر، ليفربول يهاجم يناور، والكره خطيره، ساديو حطها صلاح، يلعب محمد، كره خطيره والتسديده، واو. حتى لاعب في تاريخ البريمير ليج سجل هذه الارقام. ضربه جزاء لترانجلا، جيمس اقوى جيمس، اسرع جيمس، تمشي الكره للفريق الازرق، كره بعيده على تيمو اكثر من 1000 سنه، والكرة خطيرة، صلاح وجول. لا 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 يا فيرمينو، فيرمينو كاد قريب، كان قريب جدا من معادلة رقمية الراش. التسجيل ثلاثة مباريات متتالية في مرمى تشيلسي. أرنولد، أرنولد، ألكسندر على القائم الثاني لا خوف. دوري أنا نشوف فيه بين ثلاثة تشيلسي ممكن يقلق ثنائي الأقوى السيتي وليفربول. 2005 في معجزة ستاد أتاتورك على ميلان، ممتاز. لين الباس، لين الباس، بدل الكورة، ولكن فابينيو، فابينيو الذي يحطها في انجلترا ما يحطهاش. فابينيو يقطع الكورة، يمشي صلاح، حتى صلاح وجول، ضربة في الدفاع، رجعت الكورة من تيشايل أربع مرات، وبالتالي مجموع الألقاب المحلية. الولد أرنولد، أرنولد ألكسندر، ترجع الكرة مرة أخرى، فرق السماء، ورا لتشيلسي المكان، حلوة برشا العرضية، هي مسكوت. مباراة تشيلسي دفاعيا ممتاز، مش عاطي مساحات لليفربول، جاب حطها بصدرك قدامك وامشي، مانيش نعلم الكرة، وزع سنتراج سحب، صلاح، صلاح، يعطي باس ولا أروع يا محمد، والكرة ترجع بالراس، تشيلسي وفاز ست مرات، تيمو راي عنده إضافة، هو هدف يا تيمو، كانت قريبة جدا، وري يا برنار. كرة قريبة للتور، والتور بالألمانية يعني هدف، كانت كرة ممتازة. تشيلسي يلعب برشا توازن، برشا ذكاء، وبرشا يحارب في تيمو، وتيمو في محاربة صلاح، والعرضية وكيفا للبطولة 15 موسم، 15 مرة، صلاح وخطيرة، خطيرة من محمد صلاح، أول كرة من الكينج المصري. رقم قياسي على فكره، طريق فيرمينو يرجع بالكره جوردان على القائم الثاني، حلوه شوت، والكره ضاعت على فريق ليفربول. روبرتسون، روبرتسون يهدر كره التقدم، كره للواحد صفر ضاعت من فريق ليفربول، كره ممتازه جوردان، شوف القرار، كانتي، كانتي، كره ممتازه، العرضيه، تيمو جول، مش ممكن يا الالماني، جبناك باش تسجل، جبناك باش تحط الكره في الشبكه، هو اوف سايد، هو تسفر اظن زيعتاتي، وين الراس، الراس الونسو، ما خداش مليح الونسو، يلعب تيمو، تيمو ممتاز، تيمو ممتاز، وفي خطا في فرق. تيمو فيرنر إضافة كبيرة جدا اللي قاعد يعمل فيه تيمو فيرنر. ليفر أكثر استحواذ، الراسية وينو على القائم الأول ولا الثاني، والكرة خطيرة والكرة جوال، وفيها خطأ، الحكم شيقول يقول خطأ فيها ورقة، لكن أعتقد صفرة لأن الحارس كان مغطي أيضا مع مدافعه، وبالتالي قانونيا صفرة، نعم هي صفرة، نعم نعم، قرار السنتي هكا القراءة، ممكن ساديو يسقط، ها هي الفار،
هاي الفار بشي بدلها، لا بشي بدلها، بشي بدلها، بشي بدلها، بس يبدلها حمراء، بس يبدلها حمراء لكريس كوز الألماني تيمو في خط الجدار، وكورة وبعيدة، ثم يدخل في قلب الدفاع توموري، رقم 15 زوما، 5 جورجينو، 17 كوفاشيتش، 7 كانتي، 19 ماونت، 11 تيمو فيرنر. تلاحظون معي لما التحق بنا الآن، فما واحد ناقص في تشيلسي لأنه في إقصاء في نهاية الشوط للدنماركي، قلب الدفاع كريستنسن، والتغيير التكتيكي ماهوش ذكاء، هذا هو المطلوب المفروض. خرج اللاعب هافرتز ودخل لاعب في اللاكس في المحور اللي هو توموري. الكرة لارنولد، ارنولد جيمس، باهي جيمس في هذا المكان عمل كلين شيت اليوم وما قبلش اهداف، ستكون الرزه من ساديو تيرانجا ماني، ساديو ماني ركنيه، اخ سرع الكره ويجري الكره المدرب يورجن كلوب، حلوه في خطا الديناميت، حط الكره صلاح، لعب له فيرمينو والراسيه، هدف الاول عالمي يا ليبر، عالمي، قلت لك الليبر مش يطول، 1-0 تيرانجا، البارحه صلاح واليوم ساديو ماني، ومستعمراتك السابقه هي من رفعت راسك يا ليفربول، واحد بلاش ولو انه السنغال مستعمره فرنسيه، 1-0 ولا اروع، شوف الكره عند ليفربول، انتصر في المواجهات الثلاثه الاخيره، اذا يربح اليوم يكون في رحله الابداع، شوف الباس من الكانتارا بدال كيتارا، قدم الاحمر يتقدم هنا، شوف السيطره في الدقائق هذه العشر، يضغط يضغط خلاص تشيلسي راح فيها، راح فيها والثاني والهدف الثاني، راح فيها كيبا، راح فيها تشيلسي، ضاع فيها فرانك لامبارد، ثالث مواجهه مع يورجن كلوب وثالث هزيمه، هذا معقد القدم وجدد يورجن كلوب، مبكي الكبار والصغار اللي يتعلم واللي معلم، هو صلاح وقت تحرك ساديو وقت تخلى الكانتا، وهاش من جديد نبي كايتا، نبي نبي مسيدي، او منطقه ثلاثيه ايضا لساديو، ساديو ساديو تلعب كوره واحده اثنين من اخي خليها مد الجمهور، ترجع كوره من صلاح ولكن اسبق كيبا، سون مع توتنهام سجل رباعيه للتاريخ خطيره ويسدد ركنيه من صلاح، كورنر لمحمد صلاح، صار الهداف هو سون الكوري في مباراه توتنهام اللي دخل التاريخ، الكوره اللي في استاد وملعب ستافورد بريدج، تشيلسي لأول مرة من 13 لمن للدفاع من الهجوم، راسية ترجع من الدفاعات من جورجينو، يمشي تيمو، يمشي تيمو بين اثنين، فماش مساندة أكثر من مرة، ورا متياغو مالا جيست، والكرة حلوة برشا الكرام تاع لولد، كرة ممتازة عن طريق ماونت، حط كرة حلوة برشا منه، تيمو فيرنر، تيمو فيرنر، تيمو، تيمو فيرنر، تيمو فيرنر، شاط كرة وفيها ضربة جزاء، ضربة جزاء أم مخالفة، سنرى الكرة، نشوف فيها الداخل بينالتي لنادي تشيلسي، تيمو فيرنر إضافة كبيرة لفريق البلوز، لفريق تشيلسي، جورجينو يضيعها، ويضيعها جورجينو، ويضيعها جورجينو، ويتألق الحارس أليسون البرازيلي بكير، أليسون يحاول وينجح أمام جورجينو البرازيلي السابق الإيطالي الحالي، ترجع له الفرصة للتدليل بالرأس ويخرج أليسون بكير.